بعد اذن حضرتك بس الجمعه النهارده بعد صلاه الجمعه كده والجماهير دي تتوقع كم عدد الحضور؟ والله الحمد لله المليونيه هي مليونيه حقيقيه واثبتت ان هناك تيارا في هذا البلد لا يتم التسليط الضوء عليه ولا يتم احترامه بالشكل الكافي ولا يتم تقديره بالشكل الاوفى. وهذه المليونيه هي لكي نؤكد على استكمال هذه الثوره المباركه والتاكيد على انها لم تكتمل بعد وان هناك مطالب حقيقيه للطبيعه الثوريه وهي المحاكمات العادله وتطهير الاعلام وتطهير البلاد من رموز وفلول وخلايا سرطانية للنظام السابق وأيضا للتأكيد على شرعية المسار الدستوري اللي تم الاستفتاء عليه في يوم 19/3 وأيضا رفض كل ما بات يعرف بالوثيقة الحاكمة أو مبادئ الفوق الدستورية التي هي نوع من الالتفاف حول إرادة الشعب التي حدثت في يوم 19/3 وبرضو تدوير الموضوع لكي يصبح الدستور اولا برضه بس بطريق اخر اللي هو انشاء لجنه تضع مبادئ الدستوريه وتضع اسس اختيار اللجنه ويتم التكييف الدستور من قبل نخبه او من قبل ما يطلق عليهم الثله المثقفه في البلاد. فالمليون دي تاكيد للاراده الشعبيه وللشرعيه الدستوريه وللمسار الدستوري اللي تم الاستفتاء عليه. الحمد لله لم يحدث اي تصادمات كما اشيع طبعا يعني كانوا قبل كذلك نعمل مظاهرات للمطالبة بتحرير الأخوات الأسيرات يقولوا إحنا نازلين نرش مية نار على المتبرجات ونقطع ودان. الحمد لله ما فيش ودان اتقطعت ولا مراخير ولا إيدين ولا طبقنا حد الحرام على حد ولا طهرنا الميدان، بل إحنا أصلا يعني متضامنين مع مطالب الاعتصام والمعتصمين ولا نرى فيهم ولا خونة ولا مأجورين وإنما هم ثوريين ولهم مطالب مشروعة ومطالب حقيقية. هل تعتبر هذه الجمعة رد عملي على كل من يريد أي الوقيعة بين الشعب بينه وبين بعضه؟ والله هي يعني المليونية والتوافق اللي حصل وعدم حدوث مصادمات واحتكاكات ومرور اليوم بسلام، نتمنى ان هو لاخر يوم يتم ذلك، ده رد حقيقي انه التاكيد على انه الميدان هو القوى الموزعه في هذا البلد التي توازي القوى الممسكه بالبلاد، وبالتالي قوه الميدان هي من قوه الشعب ومن قوه الثوره ومن قوه المطلب الثوري. فهذه الثوره نجحت لسبب بعد فضل الله عز وجل ان هي كان الشعب واحد في مطالبه، ومبارك وعون أدرك أنهم يواجهون شعبا بأكمله ولا يواجهون طيارا أو فئة أو جماعة أو مؤسسة، وبالتالي نجحت الثورة. إعادة هذا المشهد مرة أخرى، إعادة شحن الثورة، إعادة الصف الثوري ملتحما ومؤيدا للمطالب الثورية هو بداية تحقيق واستكمال هذه الثورة المباركة. هل الائتلاف بتاع حضرتك هيزال في الاعتصام؟ لا، هذا القرار يعني سيتم اتخاذه في نهاية هذا اليوم مع التشاور مع بقية التيارات اللي هي الشرعية الحقوق والإصلاح والدعوة السلفية والإخوان وجبة الإرادة الشعبية، وسوف نعلن ذلك. ولكن نحن في هذا يعني المشهد نؤكد على أن الثورة لم تكتمل وأن استكمالها ده ضروري، وإلا هتكون في مشهد نصف الثورة أو ربع الثورة أو تلت الثورة وأنصاف الثورات أو أربعة الثورات هي مهلكة للشعوب. جزاك الله خيرا دكتور. شكرا فندم.